جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، عندي أسئلة جزاك الله خيرا. تفضل. السؤال الأول، رجل اغتصب امرأة، هل يقتل أم يقام عليه حد الزنا والتعزير؟ على حسب الحالة، وإمام المسلمين يقومها والقضاة الشرعيين يقومونها. رب العزة يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا حد الحرابة، فالقاضي يقدر الجرم. بارك الله فيك.